خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اهلا بكم مشاهدي جريدة الوطن، نموذج مميز من نماذج الاصوات الجميله. ملك انور من محافظه المنوفيه، صاحبه صوت في الانشاد الديني والابتهالات مميز جدا، نالت اشاده من اهالي محافظه المنوفيه بعد تداول الفيديوهات بتاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافه خلال الايام الماضيه. هنسمع دلوقتي في الاول صوتها وبعد كده نتعرف عليه. صلينا النبي الهادي الأمين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين، من نور جمال النبي شاق القمر نصين، ألف نروح يا نبي من نور جمال دي حاجة كده بداية بس. هنعرف بقى ملك، تعرفنا بنفسها أكتر، وهي طالبة في تانية ثانوي، وهنشوف بتحلم بإيه، ومين المثل الأعلى بتاعها في الإنشاد والابتهالات الدينية، ومين بيشجعها على صوتها وبيدعمها في المجال ده. عرفينا بقى أكتر بنفسك وعرفي السادة المشاهدين. أنا اسمي ملك أنور علاء عطية، من محافظة المنوفية، من قرية طبلق. مثل الأعلى في الابتهالات كان الشيخ النقشبندي، وحاليا في الانشاد الديني كان استاذ محمود فاضل، زهراء لايق، زينب محمد، الجماعه اللي هم في المجال ده كله. اللي شجعني كان جدي، ابو ماما ومامتي، هم دول اكتر اتنين كانوا شجعني في المجال عامه يعني. غنيتي والفيديوهات بتاعتك متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وفي اشاده كبيره بيها، كلمينا بقى عن دعم اصدقائك ليكي واهلي من منطقتك كمان. كله في تشجيع عامه، ما فيش اي سلب خالص في الموضوع، كله حابب الموضوع، كله بيشجع ان انا اكمل. حتى الكومنتات كمان اللي بتيجي على الفيديوهات اللي انا بنزلها على المواقع، فبيقولوا ان انا لازم اكمل. هو كده نستغل اكتر الوقت في الانشاد، سمعينا حاجه كده برضو صغيره ونكمل ونرجع تاني للانشاد بعد كده. يا سيدنا النبي يا له سفنتي، وبقول من يمدح قالوا لي انتي، يا سيدنا النبي يا له سفنتي، وبقول من يمدح قالوا لي انتي، يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي، والله طه قلبي وعينيا افدي بي سكنتي، يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي. عليه الصلاة والسلام. صوتك حلو يا ملك، وانت اتدربتي على الانشاد؟ حد دربك على الانشاد؟ لا. ما اتدربتي، ما حاولتيش انك انت تتدربي، حد يعلمك، تروحي لحد يساعدك اكتر يطور موهبتك؟ بس الحكاية اللي هي كل الظروف المادية مش اكتر، يعني دي اللي مش مساعدة ان انا اروح في حتة. نفسك في ايه؟ نفسي اطلع مواقع التواصل عامه، الناس كلها تشوفك ومش تشوفني، اللي هي تشوفني بقى اللي هو
شوفني بس وقت شوفني بالصوت صوت انا اوصل رساله ان حب النبي ده لازم يطلع من القلب. انت طالبه سنه كام؟ ثانيه سنه. ثانيه ثانوي. بتحلمي تدخلي كليه ايه؟ هندسه. هندسه. مهندسه مهندسه وقارئه ومبتهله وكده يعني. توفيق ان شاء الله. سمعيني ايه تاني؟ عايزين حاجه من مشهور بقى. حاجه اقول مولاي؟ اللي انت عايزاه. حته من مولاي مثلا. مفيش مشكله. مولاي اني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك مولاي أقوم صوتك ملك يعني. محتاجين كلنا ندعمك، وانك انت يعني تاخدي مساحات اكتر للتدريب، وانك انت يعني صوتك يوصل للناس كلها. صوتك حلو وموهبه في بدايتها كويسه جدا، ان شاء الله تستمر في النجاح على طول. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطر ويبقى اذا مست ايادي الله الله. وكف